سلام الرب يسوع المسيح لجميع المشاهدين من برنامج زيد معرفتك يلي ببث كل نهار خميس الساعة تسعة ونص مساء على قناة نور الشرق وكل حلقة بيكون معنا ضيف بيسعدنا في هيدي الأمسية انه معنا ضيف مميز وخادم الرب هو الأسيس جوزيف زعرب راعي كنيسة الله بالدوره اهلا وسهلا فيك اسيس, أسيس. الله يباركك بس كثير وانت صديق عزيز وانت كمان ربي يباركك ويباركك حبيبي اليوم موضوعنا عن الغفران نحن اخذنا عده مواضيع لكن الغفران بعد ما حكينا عن الغفران ما هي اهميه الغفران بالحقيقة اسيس موضوع كثير مهم واكثر هذا الموضوع بخص البشريه لانه البشريه دائما عندها مشاكل عدم الغفران نعم وطبعا هذا الموضوع له مشاكل بحياه الناس لدرجه انه الناس اتأذت روحيا ونفسيا وجسديا لانه بحد ذاته هو سم قاتل في ذهن البشريه وفي جسد البشريه كلمه الرب انجيل مرقس صح 11 بعدد 22 بتقول ما قراءة شوي طويلة بس لنوضح للمشاهدين أكيد. اللي عم يحضرونا هاي البرنامج حتى نزيد معرفتك لأنه أكيد حسب كلمة الرب اللي هي كلمة الرب هي أساس إيماننا اللي منأسس عليها بتقول لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فأمنوا أن تنالوه فيكون لكم رب يسوع عم بيعلم عن الإيمان طبعا هذا موضوع ما خصه بالغفران ولكن بنشوف انه الموضوع ما انتهى هون عم بقول اذا انت عندك ظروف وعندك مشاكل وعندك جبال من الهموم واذا عندك ايمان بتصلي وبتنقل الجبال بهذا الايمان ولكن بكمل يا محمد صلى هذا المقطع بنوقف ولكن بكمل بعد 25 بيقول ومتى وقفتم تصلون فاغفروا فاغفروا وان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم لن يغفر ابوكم الذي في السماوات زلاتكم انا بدي افون شوي تفضل هل أه الكلام هو كان موجه للتلاميذ اما لكل العالم يعني مثلا اليوم نلاحظ كل العالم بيقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك ليتكون مشيئتك كما كما في السماء الى الى ما واغفر لنا ذنوبنا وخطيانا كما نحن نغفر يا <applause> هل ترى طيب اذا واحد منه مولود بلد جديدة منه مؤمن هل يا ترى الله هو ابوه ويا هل ترى انغفر اما ما غفر باسر شيء على حياته طبعا كل شخص ما اختبر يسوع وغفران يسوع فلن يكون له حياه ابديه وطبعا الغفران مثل ما يسوع غفر لان الغفران تغفر للاخرين وهذا اللي كنت عم نأسس من خلاله من خلال كلمة الرب بيقول أنه إذا أنت ما غفرت ما غفرت لن يغفر لك يعني كثير مهم حتى لو أنا قبلت الرب يسوع بحياتي بحسب كلمة الرب لكن أنا في جواتي عدم غفران بنظر الله الخطايا لن تغفر غير ما أغفر وأطلق الآخرين هذه كلمة الرب هيك بتقول فبحاجة نحن ننتبه كمؤمنين وكأشخاص عندنا علاقة مع الرب يسوع أنه نبلش نغفر الآخرين إذا في إساءة في جراح من جوا اللي بيعطل الايمان وبيعطل بيعمل عدم ايمان هو الغفران بقول اذا انت بدك تصلي للجبل تقول له انتقل فما تصلي قبل ما تغفر ليه لانه صلواتك ما تكون فعاله صلواتك ميت قدام الرب غير مستجابه قدام الرب طيب لماذا نغفر نغفر لكي ما نكون مشابهين صوره يسوع المسيح لكي ما نعيش حياه ترضي الرب يسوع انا ما فيني اعيش حياه تشبه يسوع غير ما اكون عم بتشبه فيه وكون عم بغفر مثل ما هو غفر لنا حلو ولما انا بغفر انا الشخص اللي برتاح انا الشخص اللي بشيل الهم والضغط عني وبنظف جسمي من هذا السم اللي هو سم قاتل دائما انا اسس بمثل هذا بشبه هذا المثل بقول اللي, اللي اللي ما بيغفر مثل الشخص اللي بيشرب سم ناطر غيره يموت السم عم يمشي بجسمه عدم الغفران ماشي بجسمه ما عم بيقدر ينام عنده ضغط عنده خوف عنده قلق في روح انتقام من جوا وصل لمرحله بده ينتقم من الاخرين والاخرين ما عندهم خبر ولا عندهم مشكله بالموضوع انا اللي عم بتمرمر وانا اللي عم بتوجع وانا اللي عم بصير معي الضغط والسكري والقلب وما قدر نام وبنفس الوقت انه الشخص الثاني ما معه خبر فهناك الرب قال اغفروا الاخرين زلاتهم لكي ما يغفر لكم ابوكم الذي في السماوات وشوف انه مرتبطه ببعضها انه ما تحاول تصلي الرب ما راح يسمع لك ما فيك تجيل الجبال ولا فيك تشيل الهموم ولا تشيل المشاكل قبل ما تغفر لانه تكون صلواتك مستجابه عند الرب طب ما هي نتائج عدم الغفران شو نتائجها نتائجها ما بدي اغفر مثلا شو نتائجها نتائجها اول شيء اذا ما بنغفر لن يغفر لنا يعني اذا ما بيغفر لي الرب شو يعني انا بنعذر الرب يعني اذا انا اذا انا ما غفرت لك وانا بتربطني عليه مع الله وانا صليت لله هل يا ترى الله لا يغفر لي طبعا هيك كلمة الرب بتقول اغفروا كي يغفر لكم طب مش قادر انا اغفر لك مش قادر انا انا بحي... بشر انا بشر انا بح... انا يعني. بحجي. انا بحجي دايما نفكر بهذا بهدل... بهذا الاسلوب انه انا دايما صعب انه انا اغفر الاخرين انه انا مجروح ولكن لما انا بلش فكر شو الرب عمل كرمالي يسوع كيف سلم نفسه على الصليب ومات كرمالي غفر لي انا وانا كيف اسقط له بتصير الامور عندي هينه والفكره واضحه بحيث انه انا يا رب بدي اكون مثلك انا ساعتها بشوف خطاياي اللي جرحت قلب الرب يسوع ما بشوف خطايا الاخرين معي نحن مشكلتنا لما من بنصلي بنيجي نصلي بقول يا رب بطل نقول اسس جابي اسس جابي اسال أقلي. يا رب اسس جابي من واحد اثنين ثلاثه اربعه فانا شو بصير بذكر كل الجروحات بذكر كل الامور اللي اساءت فانا عم برجع عن جرح من جديد لكن لما أقف قدام صليب الرب يسوع يا رب فرجيني انا كيف غلطت معك انا كيف اسات لك يا رب وانت كيف غفرت لي بلاقي غفران الله بينسكب بقلبي وحبه بينسكب بقلبي وقوه الغفران بتنطلق من داخلي حتى اغفر الاخرين طب سؤال معاكس لهذا ما هي نتائج الغفران نتائج الغفران هي راحة علاقة متينة مع الله الله يسمع لصلواتي أنا أرضي قلب الله انا انسان مرتاح انا مرتاح. مرتاح. مرتاح صحيا مرتاح فكريا مرتاح روحيا مرتاح كمان هذا يقود الاختراقات روحيه بعلاقتي مع الله لما انا عندي عندي سؤال كثير مهم وانا هي على طول بطرحه هل المسامحه والغفران شيئين هن مرتبطين ببعضهم بس في شيء اشخاص بيسامحوا ولكن ما بيغفروا بيقول انا سامحت له بس بعدني بتذكر له انه عمل معي هيك, هيك. ايوه هي الغفران هيك كلمه غفران جاي من كلمه ستر يستر يعني موضوع انتهى لا اذكر خطاياهم فيما بعد انتهى خلص. ستر خطايانا انتهت لما انا بغفر انتهى يعني الاساءة لي انتهى الموضوع خلص مش الشخص انتهى اللي عمله معي انتهى بالنسبه له هو المسيح المسامحه يعني انا بلاحظها بعده اماكن بيجي واحد بيسامحك بيسامحك من كل قلبه بيسامحك لكن اذا غلط تاني مره بيجي بذكرك بأول مرة كيف سامحك طبعًا. يعني أنا أه سامحتك بتاريخ كذا الساعة كذا أساءت إلي أما الغفران يعني لا يذكرها يعني نسيها كبة في بحر النسيان هذا الفرق بين المسامح والغفران صحيح الغفران خلص انتهى الموضوع لا في ناس بتركز على المسامح انا بقول لهم لا في فرق بين المسامح أكيد. والغفران اكيد عشان هيك الرب قال اغفروا مش سامحوا اغفر نعم فالغفران في مسامحه كمان أمين. بس ولكن المسامحه ما فيها غفران امين كيف يتعامل الله مع الشخص الذي لا يغفر كيف يتعامل آه. مع الله هذا موضوع هذا <applause> موضوع كثير مهم <applause> طبعًا. طبعا طبعا بالنسبه لله بتعرف شو؟ بالنسبه لله الشخص الذي يغفر هو شخص مرفوض، ليش؟ الله يحب الانسان، الله يحب الخاطئ، الله يحب انه يغير حياه الانسان، ولكن لانه الخاطئ لانه الذي لا يغفر هو شخص متكبر. والشخص المتكبر هو يشبه من ابليس. أكيد. والله قال يقاوم المستكبرين الشخص اللي ما بده يسامح وما بده يغفر شخص متكبر متعجرف فلا يمكن الله يتعامل معه لانه شخص متكبر وشايف نفسه انه انت اهم من يسوع انت اهم من الله اذا الله اللي ترك عرش السماء ونزل على الارض كرمالي يغفر لي بموت على الصليب كرمالي يغفر خطاياي انا اسات له مين انا ما اغفر الاخرين فاذا بقول انا ما بدي اغفر فالله لا يمكن يتعامل معي طيب في هاي في هيدي الايام بنلاحظ انه في كثير اشخاص هم اذا بدك مؤمنين ومؤمنات ممكن مولودين ولادي جديده بس عندهم مشكله هي مشكله عدم الغفران ما بيقدروا يغفروا انا بدي اقول هون لان الكتاب واضح كل الذين قبلوه قبلوا الرب يسوع المسيح يلي تابوا سلموا حياتهم للرب يسوع المسيح اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه انا بدي اسال الروح القدس هو ساكن بكل من ولد ولاده جديدة بكل مؤمن طيب هالروح القدس يلي ساكن بهذا هيدا الانسان ويلي هذا الانسان ما عم يغفر طيب شو دور الروح القدس بحياته بتقول كلمه الرب عن القدس قال هو المبكت هو اللي ببكتنا هو المرشد هو المعزي هو اللي بيعلمنا والشخص مش عم يتبكت لما انا لاتبكت لاسمع صوت الرب انا اسكت صوت الرب بحياتي وهذا الاسف انا انا وصلت بمرحلة خطيره بعلاقتي مع الله وهذا الشخص يتعرض لي 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 لهجمات من عدو النفوس لانه ما عم يغفر كثير اشخاص انا مؤمنين تقابلت معهم عم بي عم بي عم بي عم بيعانوا من امراض عم بيعانوا من اوجاع يعني لانه عندهم عدم غفران في مراره بقلبهم ما هو عدم الغفران مراره بحد ذاته بحد ذاته بيوصل لامراض مرض جسديه لا لانه في جوا مراره في جوا حقد في جوا غضب ف يعني حتى علاقتي مع الله اصبحت مكسوره ما عم بقدر صلي مش بس انه انا مؤمن ولدت جديد لا ما انتبه لهذا الشخص وصل لمرحله مش قادر يصلي بقى في جواته مراره حتى بقول لك انا عم صلي ما بدي عم سكر بالشخص اللي جرحني وجواتي في انتقام له طب شو نوعيه هذا المؤمن رح تكون؟ وهذا سؤال كثير مهم، وانا بوجه دعوه لكل الاشخاص المؤمنين، اغفار لانه بالغفران في شفاء، بالغفران في حياه لإلك، بالغفران في حريه، في اختراق روحي لإلك، في علاقه قويه مع الرب يسوع، عدم الغفران في 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 ابليس رح يكون عم ضغط عليك، رح يكون عندك علاقه مكسوره مع الله، عدم الغفران في مراره جواتك، عدم الغفران انت كسرت علاقتك بالله، بأ وانت خسرت عمل الروح القدس بحياتك. امين. خلينا نسمع ترنيمة مع فرقة كنيسة الفادلة مع مدنية. آمين. نرجع لموضوعنا. نعم. الروح القدس هو ساكن بالشخص يلي تائب مسلم حياته للمسيح. صار معه مشكله ما قدر يتخطى هيدا الامر عن الغفران، ما قادر يغفر. والروح القدس هو يلي ببكت على خطيه وبعتقد روح القدس ما بينام حتى الشخص يقوم يرجع يتوب ويغفر لخيه. طيب إذا كذا مرة شو وضع روح القدس يا هل هالروح القدس يخرج من المؤمن أو كأنه بينام جواته ومعش يعني معش له شغل السؤال كثير مهم وكبير أسيس ولكن كلمة الرب بتقول لا تطفئ الروح القدس يعني يعني بينطفي بينطفي ما بيخرج ما لا بيخرج لا من لا لما بينطفي شو وجوده يعني لما انت في عندك شعله مولعه وانطفت شو يعني؟ نعم كلمة الرب بتقول لا تفعل الروح القدس ونحن مرات بنقول انا مش قادر وانا مش قادر ولكن معلش خلينا نقول للشخص المؤمن بيقول مش قادر كلمة الرب كمان بتقول ما تحل روح القدس تنالون قوة قوة من الاعالي قوة لشو؟ قوة لكي اشهد للرب قوة منتصر قوة لكي ما اغفر قوة لكي ما اعيش حياة مسيحية تشرف اسم الرب فروح القدس بيعطيني قوه بس لما انا بدفي روح القدس الاراده بايدي انا اللي ما بدي اغفر مش ما فيني انا اللي ما بدي اغفر لما انا بقول له يا رب انا بسلم بين ايديك انا بخضع لقوه الروح القدس يا رب بقوه روحك وقوه مشيئك وقوه قيمتك ساعدني اني اغفر وانا اليوم بغفر باسم يسوع قال الله يعطيني قوه لكي ما اغفر وانسى بالكامل بس لانه نحن بنصير نتحاجج مع الرب انه يا رب انت بتعرف انه طيب انا انسان وانا ضعيف وانا بقول لك الرب ما عندك حجه انه انت ضعيف انا فيك لما انا, أنا فيك ضعيف أنت أوي. ضعيف يصرخ بطل انا, أنا الرب للرب, فالموضوع معلق فينا نحن هذا قرار منا الغفران قرار مني عشان هيك الرب طلب وبرجع بقول بمرقص لما كنا عم نقرا ما تعمل قبل شيء لانه صلواتك مش مستجابه اذا انت ما صليت في جبال قدامنا في تحديات قدامنا العائق الوحيد بحياه المؤمن واهم شي مش بس الخطيه هو عدم الغفران اللي هو اخطر من الخطيه بعد اللي بيغفر بكون بطل طبعا بيكون انسان شجاع طبعًا. بيكون بطل حتى شو بنشوف بالصلاه بنشوف بالصلاه الربانيه بعدد اربع بقول واغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا ولا تدخلنا في تجربه يعني لكن نجم الشرير كانه الشخص اللي ما بيغفر يعني يعني حيكون بتجربه من الشرير مرتبطه ببعض الاية ما انتهت هون يعني لما انا ما بغفر انا فتحت باب لأبي حياتي يعني انا انا بعرف اثنين شخصين آه رائعين اذا آه بدك عندهم علاقه رائعه مع الرب آه واحد انزعج من الثاني آه تلاقوا بمكان ما وقال له قال له اه اجى هداك عم يقرب يبوسه قال له اه انا زعلان منك قال له هداك خليني بوسك وضلك زعلان طب ما كيف هي يعني <applause> يعني ما ما عم بفهمها انه انا عم اقول لك زعلان منك يعني عم يقول له انا زعلان منك قال له معلي خليني بوسك وخليك زعلان طب ما هو هداك عم يحكي جد انه زعلان طب كيف هون يعني انه 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 هالبوسه هالطره حلت المشكله يعني أكيد لا في 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 عمل وين دور الغفران؟ وين دور روح القدس؟ بدنا نفهم شغلة إنه الغفران هو قرار هو قرار شخصي أنا بدي آخذ قرار أنا بدي اغفر. يعني يعني كلمة الرب واضحة أنا بدي اغفر أنا بدي آخذ قرار مش قصد بوسة وانتهى الموضوع حبيب قلبي ومن برا الله, الله يعلم وبس اطلع من بحكي معه يعني بجرد الدنيا ب لا أبداً بالعكس الغفران بدل ما قلنا هي سطر هي نسيان هي الموضوع انتهى يعني انا لما بشوف اي حدا من اصدقائي ما بقعد عمل معي و... صحيح, لا صحيح انتهى صحيح الموضوع هذا خي بالمسيح حتى تعاملي معه بش يعني احنا مرات تعرف مرات اسيس بنقول أه احنا غفرنا لكن ما بنكون غفرنا صحيح نتعامل مع الاشخاص بحذر وضلني خيف اني جرحني مره ثانيه غلط معي مره ثانيه لا الغفران الحقيقي أنه أنا بسامح بمحبة يسوع وبقلب يسوع ورح أنسى كل شيء عمله معي ورح بلش صفحة جديدة وصفحة جديدة ما في حذر ما في حواجز ما في حيطان بيني وبينه فعشان هيك برجع بذكر أنه أصلا ما بغفر أنا فتحت باب كبير للشيطان أن يفوت يخترق حياتي ويدمنه للأسف في كتير مؤمنين بهذه الأيام فتحوا باب كبير لإبليس يدمر حياتهم الروحية والجسدية ويكون عم بت عم بتصارع بأمراض عم بتصارع بضغوطات مادية عم بتصارع إبليس عم بيسلون لأنه قرروا بدهم يغفروا قرروا باش ما فيهم برجع بقول أنا لما بأمنه رح بيعطيني قوة هذا قرار مني أنا فيني يا رب إني أغفر وكون مشابه صورة ابنك يسوع المسيح. آمين عندي سؤال الشخص يلي ما بيغفر بيعتبر إنه خاطي بحسب كلمة الرب نعم لانه ما بيغفر هي خطيه حتى لو كان مؤمن في المسيح مؤمن خاطئ مؤمن في خطيه <applause> في خطيه واضحه انه ما بدي يغفر يعني لك عدم الغفران بحد ذاته لما انا بقبله بحياتي وبتبناه جواتي رح يولد رح يولد فيي خطيه رح يولد اول شيء علاقتي مع الله مكسوره وثاني شيء لما بولد مراره رح يولد افكار شريره والافكار يعني انت ساعتها ساعتها مش بتكون حالتي لما انا جواتي اصبح في افكار شيرة في مراره في انا ما عم بتعكل كلمه الرب انه انا اغفر انا كسرت وصيه الرب كسرت كلمه الرب كسرت علاقتي بالرب طيب انا شو شو وين ايمان بعد بحياتي وين انا مؤمن وين آه فانا دائما بسال هذا السؤال يعني يعني ما تقول انا مؤمن ولكن مش قادر اغفر لما انت بتقدر تغفر انت عم تفقد ايمانك عم تفقد علاقتك بالرب عم تفقد اهم شيء بحياتك الخطيه خي بتطوب عنا الخطيه ممكن ما تكسر لك علاقتك بالرب وترجع بس عدم الغفران 100% بيكسر لك علاقتك بالرب مية بالمية الغفران بقودك لتكبر بقودك تكون عم تشبه إبليس انتبه يعني لمؤمن مؤمن انتبه بعد الحلقة بنقول لك انتبه شبه يسوع انتبه لحياتك انتبه شو بتفتح بواب بحياتك لأنه إذا فتحت باب صعب يتسكر سكره بعدم الغفران له يا رب أنا اليوم بكسر عدم الغفران كل عدم غفران بكسره باسم يسوع أنا بغفر لك كل من أساء الي باسم يسوع وبعلن يا رب كل شخص الي هو حر في المسيح خلص انتهى الموضوع أنا بطلقه حر انا بحاجه اول شيء انا انا ارتاح انا اشفى ما مع عدم الغفران تعرف شو في شغلة احنا بنفكر انه اذا انا مسكت على شخص شيء فانا دمره اول شخص بيتدمر بعدم الغفران هو انا اول شخص بيتدمر هو انا مش مش الشخص الثاني اللي بسال الي فهيدي مشكلة انه ما يعني ابليس بيكذب علينا بقول لك انه اسال لك ومعلش الله بحبك والله محبه الله بحبني ومحبه لانه بحبني قال لي غفار كرمالي انا غفار كرمالي انا انا بحاجه اني اكون مرتاح حتى انا مسئلة نفسي ومسئلة علاقتي بالله. عندي عندي سؤال. أنا أخطأت تجاهك. وأنا علاقتي كويسة بيني وبين الرب. وأنا طلبت من الرب إنه أنا قلبياً أنا غفرت له لاسي جوزيف، سمحته غفران كلي. بس لكن أنا ما جيت عند السيد جوزيف وقلت له أنا غفرت لك يا هل ترى شو دور الرب هون؟ يعني أنا طلبت من الرب إنه أنا يا رب أنا غفرت له للأخ الأسيد جوزيف وما بدي آه يعني ما بدي شيء منه خلص غفران آه كلي. بس لكن في شغلة في خطوة تانية يلي أنا ما عم روح لعندك يعني كأنه هو هو بميل وأنا بميل لكن أنا غفرت له. شو 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 الوضع هي هيدي الخطوه الاهميه انه انا اتحرك عند الشخص واعلن غفراني له طيب انا بس الغفران بيني وبين الله غفرت لك بس اذا رحت لعندك يا هل ترى الله بيقبل غفر... هالغفران الاعتراف اللي انا بعترف هو الكلام اللي بحكيه هو هذا اللي بيشتغل بحياتنا الروحيه لما انا بعترف انه انا غلطت او انا بغفر لك وانا انتهى الموضوع فانا دايره علاقتي مع الله مستجيبة يعني انا لما بقول له يا رب انا غفرت ساعدني يا رب حتى اكمل الرب ساعدني وعلاقتي تصلحت مع الله بس اذا انا ما غفرت انا بقول يا رب انت انا غفرت له بيني وبينك ما بدي انكسر وقول طب ما بعده الرب عم يطلع فيه بعد كبرياء ليش بدي انكسر انا بحاجة انكسر ما يسوع علمنا بالخدمه انا اخدم اول شيء عمله غسل جنة التلاميذ ترك الاخله نفسه واخذ صوره عبد يعني حتى هو انكسر من مكانته طلع من مكانته ونزل على الارض وغص جنتنا اللي بيتعلمهم اهم صوره ما هيدي بتكون للغفران ما الغفران ما الغفران احنا ما نغص الناس بدنا نغفر يا ما, ما, ما في اشخاص اساءوا لنا انا صدقني باختباراتي الشخصيه دائما وكثير بشجع فيها الناس يعني انا اذا بقول لك قديش في اشخاص اساءوا لي يعني اللي قدرت خليني انجح بحياتي اني يعني روح لعندهم لهم انا بغفر لكم انا بسامحكم وانا بسامح كل شيء عملتوه معي فانا قبل ما اعمل اي شيء برجع لعند الرب يا رب انا غفرت ساعدني اني كمل بس بحاجه اني انكسر بحاجه اني يعني اقدم صوره يسوع طب ما يسوع جاء انا غفرت لكم شو اجى على الصليب شو تواضع هو لو كل شخص بينظر لغفران الرب يلي غفرنا اياه اه غفران ما, 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 هو نحن ما بدنا نحن مش مش مطلوب <applause> <مفتور>. نحن مش مطلوب <applause> منا نكون مشابهين لا اسس جابر ولا صوره جوزيف مطلوب منا نكون مشابهين لصورة يسوع فاذا يسوع هو نزل بحد ذاته تيقول انا غفرت لكم مين انا تمام رح أقوله للشخص اللي اسأل لي او له انا غفرت لك او اغفر لي. ما هي مشكلتنا انه نحن مرات بتعرف بتقودنا لتكبر، ما بدنا نحكي، بنحكي مع الرب لانه بنعتبر انه الرب انه فهمنا ونحن وياه تمام بالعلاقه، بس ما بدنا ننزل عن مكانتنا، ما نكسر صورتنا قدام الناس. ولكن الكلمه توضعت كلمه انا الرب يرفعني. يعني موضوع موضوع كثير كثير كبير طبعا, إيه. طبعا بس هيك بدي سؤال ثاني. اسأت الي وجيت أنت قلت لي أنا أنا بغفرك وأنا قلت لك ما بدي غفرانك أنا بالنسبة لي أنا ها ها شو <applause> أنا شو بال... بيني وبين الله أنا بالنسبة لي أمي. يعني ها يعني فهمت كيف أسيس أنه أنا ما بدي غفرانك أنا يا خيي بغفر لك أنا مش 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 بحاجة لغفرانك بس هون العلاقة بيني وبينك كيف وبيني وبين الرب كيف وانت بذات الوقت العلاقه بينك وبيني كيف بتصير بينك وبين الرب كيف بتصير الغفران الغفران هو قرار شخصي انا بيني وبين الرب وانا ما بيجي عند شخص بقول له اغفر لي هذا مش قرار انا متفق عليه انا وبيني منه تسامح يعني ممكن تسامح يكون في اتفاق بين شخصين ولكن الغفران هو قرار شخص مش بين شخصين انا قرار جيت لعندك قلت لك اغفر لي قلت لي ما بدي اغفر لك صح بس انا جيت لعندك وطلبت الغفران قدام الرب انا غفرت خطاياي لانه انا نزلت عن مكانتي نزلت بس انت ما بدك هذا الشيء بيرجع لك انت سكرت باب لحالك افتح باب ثاني بس اهم شيء انه انا اخذ قرار شخصي يعني انت انت يعني الرب يعني نظر يعني لك مغفور خطاياك ومقبول عند الرب يس لكن انا صار العكس يسوع هو رئيس ايماننا دائما نتمثل فيه امين لما قرر ينزل يغفر خطايانا سالنا شيء؟ ابدا ما سالنا نزل وعمل كل اللي لازم يعملوا على الصليب وانت حريه تقبله حريه ما تقبله اللي بيقبل بكل روح هل اول شيء من آآ, آآ, آآ الذين كل الذين قبلوني اعطيتهم سلطان يعني الاشخاص اللي قبلوه يعني من بعد ما تم الغفران قبلوه هني صاروا اولادي بس هو ما استشارنا والكمان انا بحب اجي اقول لك انا اغفر لي من دون ما استشيرك حري حل تقبلني حلم ما تقبلني بس المهم انه انا يا رب بدي اعيش كلمتك انا بدي اعيش شخصك بدي اعيش اللي انت عملته انا بدي اعيشه لا عشان موضوع الضفراء موضوع مهم بحياتنا المسيحية بكثير مرات إبليس بيخدعنا لأنه خلص معلي شيء والله محبة والله رحمة وهلأ إذا ما غفرت ما بصير شيء وبوقعنا بمرارة ما نعود نخلص منها آمين هلأ لح ناخذ بريك مشاهدينا الكرام ومنرجع رجعنا مشاهدينا الاحباء ومنكمل موضوعنا عن الغفران غفران موضوع كثير مهم وكثير قوي آه الشخص يلي يلي آه بيصلي يا هل ترى آه صلاته مستجابه يلي ما بيغفر صلاته مستجابه يعني انا ما غفرت لك وانا تربطني عليه بيني وبين الرب هل ترى عندما اصلي صلاتي مستجابه او لا؟ طبعا بنرجع لكلمه الرب، كلمه الرب بحسب مرقس 11 بتقول انه غير مستجابه. غير غير مستجابه. لانه عدم الغفران بيعمل حاجز بين الانسان وبين الله. يعني خطاياكم فاصله بينكم وبيني. وبين الهكم. يعني ابدا انا بسال سؤال الانسان الخاطئ اللي ما بيصلي صلاته مش مستجابه لانه خاطئ، صح؟ صحيح هون كلمة الرب بتقول انه إذا ما غفرتوا للناس ظليتهم لم يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات طيب إذا الرب مش غفر لي طب على أي أساس بدي أتقدم لعرش النعمة وصلي إذا هو مش غفر لي كلمة الرب بتقول أنه مش مغفور لالي خطيب أبوكم لم يغفر لكم فأنا صلواتي غير مستجيبة أنا لي حق فوت إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية. خطية. عدم الغفران هو خطية، يعني بعد في خطية، إن رعيت اسما في قلبي لا يستجيب لي الرب. طيب افترضنا مؤمن وما عم يغفر، ما غفر، يعني غفران خطية ما، ما غفرت لك لإلك. لكن بقيت أنا سنة واثنين وثلاثة وأربعة ولكن أنا عم بصلي وفي عندي علاقات مع الرب وعندي شركة و إلى إلى ما هنالك. يا هالطريقة ترى هيدي بتضل نقطة أكيد أما, أكيد أما, أكيد أما أكيد حتى ارجع طوب عنها أكيد يعني معقول برجع برجع لداود لما قال إن رعيت إثما في قلبي يعني عم بيحكي عن شخص عم بيرعى في إثم حاطه بقلبه ومخبيه وسكت عنه مطنش عنه الله يستجيب للرب يعني الرب ما الروح القدس ما بيطنش عنا كيف بده يطنش عنا؟ مستحيل مستحيل يعني قدام الرب ما بنرجع لكلمة الرب آآ 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 كلمة الرب الله لا يتعامل مع الشخص اللي بيخبي الخطيه الله هتعامل مع الخاطي وبيقوده للتوبه بانبه بيقول له ارجع بس الذي لا يتوب عن خطاياه لن يغفر له الرب وكيف اذا انا مؤمن وعارف الحق وحاطط الخطيه بقلبي وراعيها يعني برعاها يعني مستر عليها ومسكها قدام الرب وهو بده يتوب عنها وتمسك فيها طيب يعني انا بعد حلقتي مع الله اصعب من الانسان الخاطئ الانسان الخاطئ مش عارف انه هو خاطئ بس الانسان اللي هو مؤمن وبيعرف كلمه الرب وبيعرف انه لازم يغفر وما بيغفر فهو بنظر الله يعني مشكلة وهو بنظر مع حاله مشكلة ومع الآخرين مشكلة طيب إذا إذا ما عم يغفر يا هل ترى ضميره بضل بكته والروح القدس بضل بكته بكت على سنين أكيد بضل يبكته على هذه الخطية بضل يبكته على هذه الخطية لهالدرجة لأنه محبة الله بدها تضل تبكت الإنسان تيتوب ويرجع وهذه شغلة كتير واضحة الله بيتابعنا ببكتنا بكتنا وعاء يا انسان وعاء يا مؤمن وعاء يا ابني يا حبيبي وعاء انت في خطيب حياتك فاصله بيني وبينك لازم ترجع تطوب عنا بيقول يا رب يا رب مش وقتها هلا لا بقول لك الرب هلا وقتها هلا وقتها طب ممكن اسال سؤال تفضل يعني عم بسال انا سؤالات دقيقه وسؤالات يمكن اذا بدك على الجرح انه طبعا يعني حتى طبعا. المشاهد يعرف يمكن يكون خادم أه مش غف مش يعني مش غفران يعني مش غفر له لاخ معه بالكنيسه. وايامه حلوه والرب عم يعطيه وكنيسته رائعه ونفوس عم تجي ونفوس عم تروح واجتماعات حلوه طب هون شو الوضع؟ يعني انا انا بنظري انا كنظري بقول يا خيي هالانسان الله مباركه لان كنيسته مليانه وعنده رب يعني عطيه مال وعطيه اللي بدك اياه لو ما الرب راضي علي لو ما الرب راضي علي ما ما بيعطيه هالشي هالشيء اول شيء انا ما بهمني شخصيا شو شو النتائج اللي عم بتصير بحياته انا بهمني كلمه الرب شو بتقول هي اهم يعني انا ما ما ببني وباسس على شخص انه صار عنده واو كثير اشخاص عنده نفوس وعنده مصاري والدليل انه الله راضي عنه أنا بيهمني كلمة الرب شو بتقول لأنه كلمة الرب هي الأساس فهذا الشخص لو شو مثلا كلمة الرب بتقول الله يشرق شمسه على الأشرار والأبرار أمين الأشرار يعني حتى الأشرار في عندهم بركة وعندهم مصاري حتى عندهم أحوال مادية أحسن من المؤمنين طب هل يعني أنه الله راضي عنهم؟ هذا كمان سؤال هل الله راضي عن الأشرار طبعا لا حتى لو عندهم مادية مد وملايين وعندهم املاك وفي شخص مؤمن بيجي على الكنيسه وملتزم وامين و... ولكن وضعه المادي تعبان وعنده تحديات ولكن الله راضي عن هذا الشخص اكثر من هذاك لانه هذا الشخص عارف يسلم خطايا للرب فاذا انا خادم يعني انا بموقع اكثر خطوره اني انا عارف الحق والحق مش قادر يحررني لانه انا رافض الحق. قال تعرفون الحق والحق يحرركم، من رفض الحق كيف بدي اتحرر؟ ما هيدا قايد بحياتي، عدم الغفران هو قايد. انا مش عم بعمل خطيه بس مجرد انه كخطيه. انا عم فوت بسلسله خطايا من دون ما يعني يعني عدم الغفران بقودك ل ل ل لسلسله خطايا. وانا انا على الان بقيود مش عارف اطلع منها، ابليس مقيدني. الرب عم يبارك الكنيسه لانه هي كنيسه الرب بس بس انا علاقتي آه. مع الرب مكسوره. في شخص الرب لأنه, أل لانه من اجل رحمته من اجل نعمته عم عم بيهتم فينا ولكن مش لانه علاقتي مزبوطة معه هذا الشخص. يعني انا بقول الله انا علاقتي معه مش مزبوطة علاقته معي مكسوره ولكن انا بحب كنيستي بتبارك كنيستي يعني كرمال الشعب الرب عم بس بس هو علاقته مع الرب مكسوره آه اوكي كرمال الشعب وهو مش عم يقدر يصلي اساسا حتى لو عم بيصلي مش عم يقدر يصلي عندي عندي سؤال كثير مهم في فرق بين غفران الكنيسه الاولى وغفران الكنيسه الحاليه الغفران غفران اوكي بس انه القصدي انا انه بايام زمان كان قال شغلة دغري بيغفر ودغري بيسامح ولا يذكر الخطية اللي عملتها غفران اليوم بنلاقيها يعني بنلاقيها صعب كتير في فرق بين الكنيسة الأولى والكنيسة في, في هذه الأيام فش فرق بالكنيسة فرق بالبشر بنوعية الإنسان يعني خير الكنيسه يعني. كنيسة, كنيسه والمسيح هو, هو كلمه الرب كلمه الرب وروح القدس روح أه. ما في شيء تغير ولكن الانسان لانه اصبح عنده تكبر اصبح عنده شوفة حاله عنده الانا فصعب انه يخفى معقول التكنولوجيا اثرت كمان يعني لان اليوم اذا بدأ اذا التكنولوجيا بدها تاثر فاذا بتاثر علاقتي بالراب بتاثر علاقتي بروح القدس بتاثر علاقتي بالخدمه لا مش خاصه التكنولوجيا في شيء انا لانه اصبحنا يعني بتعرف احنا بالعصر تبعنا صار دائما الانسان ربينا بمجتمع بحط قيمه للانسان يعني مثلا بقول له انه, أنه انت أه بتسوى كذا انت قيمتك كذا صار في عندنا منهجيه بذهننا انه نحن بنحط أه أه السحر للانسان ولما انا عندي هيدي المنهجيه فاول ما بغضب بقول خي من هيدا هيدا حقه كذا فهيدا هيدا كيف كيف بدي لما انا اساسا انا شايفه رخيص هالقد ونسينا انه هذا الانسان طب دم يسوع يسوع مات كرماله كرمالي يعني نحن تمنى اغلى دم هو دم يسوع المسيح باش قيمتي مثلاً طلعنا فرنجان صاري على التعبير ولكن نحن بنقولها مرات ببلادنا بنقولها انه الانسان قيمته كذا حقه كذا هو كذا امتى لانه بس يغلط معي لانه اصلا من عقليتنا منهجي انه نحط تسعير على الانسان لكن لما بلاش نشوف الانسان بعيون الله ما فيني الا ما اغفر لانه انا شفته بعيون الله وعيون الله بتقودني للغفران امين انا بعتقد كمان سؤال اللي بيحب بيغفر بكل بساطه وقت الشخص ينظر الى الام الرب يسوع المسيح والى صلبه على الصليب من أجل انا من اجل خطاياي انا الانسان يلي مستحق نار جهنم لكن هو اخذ خطاياي على الصليب حملها على الصليب ومن اجل موته وقيامته يعني هيدي المحبه لابد لابد انه اغفر للاخرين اكيد 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 يعني أكيد. محبه المسيح تحصرنا صدقني اسيس لما نحن بنخلي عيوننا على على الصليب خلي عيوننا على الرب يسوع نحن بنخجل ما هي المشكله مش عم نحط عيوننا نحن بنخجل نحن, نحن دائما بنحط عيوننا على الاشياء اللي قدامنا بتصير على بتصير هيك نحن بنفشل بحط عيوني على الرب يسوع انا بخجل انا بتطلع فيه بشوف بشوف خطاياي يعني طب انا كيف ممكن بقى اني ما, ما سامح كيف؟ كيف ممكن اني ما احب؟ كيف؟ فلانه نحن بنصير بدنا نتشبه بفلان وفلان وفلان وفلان، انا بحب الرب بنشكر الرب انا مؤمن، لكن انا بشبه فلان بحب الشخصية ولكن هالشخصيه ما راح تخليك انه انت تقودك للغفران، تقودك لكبرياء لنجوميه. صحيح. كيف نغفر؟ كيف نغفر؟ في طريقه لحتى نغفر. ده. يعني في في مبدا للغفران بكولوسي 3-13 بقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا قال كما غفر لكم عم يحكي بالعلاقات ونحن منسامح بعضنا ومنقدم بعضنا بالكرامة ومنساعد بعضنا ولكن الغفران الوحيد اللي شبهه يكون غفران كيسوع الغفران لما بيكون اقل من غفران يسوع بنفس المستوى مرفوض عند الرب مرفوض قال نغفر كما المسيح غفر لنا اذا انا ما بغفر كما يسوع غفر لي فانا غفراني هذا لا يعتبر غفران يعتبر تسامح يعتبر اتفاق يعتبر ولكن مرفوض عند الرب فهيك بدي اغفر وكلنا بنعرف كيف يسوع غفر لنا بنغفر بنفس الطريقه بنفس المستوى بكل بساطة بنفس, بنفس بنفس الأسلوب هيك كلمة الرب بتقول بشيء يعني كلمة الرب هي هي هي, هي أسلوب هي حياتنا هي أسلوب حياتنا زيف. إذا بدنا نحكي ممكن نقول خي المسيح هو الرب بس نحن بشر يعني بالنهاية ما ننسى يا يسوع أخذ جسد إنسان يعني, عاش 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 مثلنا تحت آلام وتحت تجارب هو, الرب. جارب. هو, هو الرب طبعا هو الرب بس لانه نزل على الارض واخذ جسد انسان كمان اتجرح وانضرب وانهان وكان عنده مشاعر وعنده عواطف ف ف فعرف عرف شو يعني انسانيه عرف شو يعني بشريه بس لما هو كمان هو الرب وقال انا ما راح اترككم يتامى بدي ارسل لكم الروح روح القدس يعني اعطانا قوه نفس الأول اللي كانت فيه روح القدس مش يسوع ولد بروح القدس يسوع اقامه من ابن الموت بروح القدس صح؟ امين يسوع اعطانا روح القدس يسكن فينا طيب ليه بدي اقول انه يسوع الله وانا خي ضعيف اذا رح اعطاني اياه الرب يسكن في يعطيني قوه ويشددني ويذكرني بكل كلمه قال الرب يسوع ويعلمني ويرشدني ويدربني ليه انا بدي اقبل فكره انا أقبل... بتعرف خليني اقول شغله فكره انا ضعيف هيدي من الشيطان نحطها هيك علنا على للمشاهدين لو تقول عن حالك انت ضعيف انت عم, تكب... عم تقبل اكاذيب من ابليس كلمه الرب تقول ما تحل روح القدس لهم قوه من الاعالي يعني لتسكن فيك روح القدس روح القدس مين رح القدس اكونومي صرت الله لما الله سكن فيك الله يعطيك القوه والسلطان انه انت ما تكون ضعيف تكون قوي وتغفر وتسامح والرب يستخدمك بقوه امين امين خلينا هلا نسمع ترنيمه مع فرقه الكنيسه نرجع لموضوعنا السيد جوزيف آه كثير موضوع كثير مهم و... وبهمنا ال... كمان المشاهدين الكرام يعرفوا آه شو شو الغفران حتى يعرفوا كيف يتصرفوا مع الاخرين آه عندي آه شغله مهمه اذا انا بدي اغفر يا هل ترى اول شيء بلتجئ للرب او بلتجئ للشخص اللي اخطا اليه طبعا يعني 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 بروح عند الرب بقول له يا رب انا اخطات تجاه السيد جوزيف كذا كذا يعني او او شي بروح عند الشخص ما هو الرب عارف وشايف هو الرب كل شيء قدامه مكشوف وعارين انا اخطات تجاه هذا الشخص انا بحاجة اروح لعنده وطبعا انا كنت احس انه انا مش قادر انا بطلب علاقتي مع الله مش انه يا رب انت شايف يا رب انت ساعدني انا قررت اني اغفر ساعدني يا رب ومنقني بروحك من جديد اعطيني القوه حتى اروح اعمل هذا العمل العظيم اللي انت بتحبه هو الغفران وروح اغفر للاخرين وروح لعنده لو له صار سامحني انا غلطت بحقك والرب اكيد بيعطيني قوه حتى اتحرك لعنده ويكون عم بغفر ولكن الرب شايف والرب عارف يعني اول شيء لازم نروح عند الرب تحط هذا الامر بين الرب حتى يعطيك القوه والشجاعه تروح عند الشخص تحكي طبعا بروح عند الرب اللي بطلب منه بصلي يا رب ساعدني ومرات يعني انا مرات كثير فيش اختبرت بحياتي طيب من دون ما اكون عم بقول للرب لانه الرب عارف وشيء بروح عند الشخص دايركت بقول له سامحني الله يطيب حقك بطلب غفران وبروح عند رب بشكرك يا رب لانه ساعدني اني اغفر طيب هلا بدنا نقسمها قسمين مؤمن والشرير نعم لان المسيح باع نور ظلمي أه؟ مؤمن غير مؤمن نعم. إذا أساء شخص إلى المؤمن وما غفر له وهديك شرير شو الوضع؟ أما بس ضروري المؤمن يغفر المؤمن أو يغفر لجميع العالم المؤمن اللي بيعرف كلمة الرب بيغفر للمؤمن وللغير مؤمن لأنه الإساءة إساءة الإساءة إساءة ممكن يقول لك أنه هذا شرير إنه حتى لو شرير حتى لو شرير أنا, شغل. علي اني انا اغفر بش كرماله ولا ولا كرمال لانه مؤمن ولا كرمال أنه خاطئ انا بدي اغفر كرمالي انا كيف انا بدي اعيش الكلمه انا بدي اعيش يسوع انا مش عم بغفر كرماله يعني الموضوع منه موضوع يعني مؤمن ومش مؤمن في شخص انسان أسأله لي مين انجرح انا فانا حارفض انه عدم الغفران يكون له سلطه على حقيقتي نعم لما انا برفض عدم الغفران يكون سلطه على حياتي انا بمارس الغفران اللي هو ممارسه بقرار شخصي مع اي شخص اسال لي حتى لو كان شخص خاطئ فهيك كلمه الرب بتقول طيب خلي خلينا نفوت عم نفوت هالمضيع والوقت صار عم يداهمنا طيب اذا اذا غفرت لك لكن العلاقه ما رجعت مع مثل كنت ايام زمان شو الوضع هون؟ هذا موضوع العلاقه موضوع ثاني يعني موضوع العيله أنه انا مش يعني اذا كنت انا اعزل من بعد ما صارت المصيبه إيه ومعش وما قربنا أه اصدقاء لكن غفرت له وقبل اما هيدي هيدي قرار بيرجع بين شخصين بنرجع بنحكي بالتسامح بنرجع نرتب الامور ولكن الغفران هو انا الموضوع الموضوع انتهى فاذا كان بدنا نرجع لبعضنا مثل ما كنا او نحدد العلاقات فهيدا بيرجع قرار بين اثنين ولكن عدم الـ 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 عدم الغفران هو المشكله فانا ما بغفر هذا قرار مني انا مش منه هو بعدين العلاقات بترجع بين شخصين هن بيتفقوا مع بعضهم بالتسامح انه يحددوا علاقتهم مع بعضهم فمش ضروري تكون مثل ما كانت مش ضروري تكون مفصوله لكن هذا شيء قرار بين الاثنين هن بيتخذوا مع بعضهم بس اهم شيء لما انا بغفر انا بطل عندي شيء جواتي يمنعني انه يتقرب مني هذا الشخص اللي هو حابب يتقرب مني او انا ما بتقرب منه لانه من خايف انه يرجع يجرحني انا دائما مستعد انه اتقابل مع اشخاص ممكن يجرحوني وارجع اغفر لهم لانه اذا انا بكون مستعد فانا واقع بمشكله انه انا بكل شخص ممكن يجرحني ان كان بقصد بتعرف انه بدي لك شيء كثير مهم انه ثلاث ارباع اشخاص اللي بيجرحوا من غير قصد مش قصدين يعني بيجرح بكلمه بيجرح بمصحة بيجرح بكلمه مش قصد صحيح صحيح وانت ماخذ موقف الامور بتكبر براسك وبتكبر براسك وبعد بعد سنه بتبقى شو بتبرمجك عنه واذا بقول لك شو بقول لك يا خيي لا عم تحكي لا عم تعمل معي هيك تلاقي ما معه خبر لا لانه انت مجرد تاخذ الفكره براسك بس عم يشتغل عليها هو هيك وعمل هيك وحكي هيك وبلش يكبر الفكره وينفخها فيك لدرجه انه انت صرت بالون رح تنفجر ف 99% من الاشخاص ما اصلا يجرحوا واللي مجروحين منهم بسبب انه جهل تصرف عدم حكمه عشان هيك نحن بحاجه نغفر دائما وعندنا فهم وادراك انه انا ما بغفر انا عم بحفظ علاقتي مع الله قبل شيء هدف ابليس انه يتركني علاقتي بالله بدي اعطيك بس هيك اختبار صغير آه مرة هاي آه عبارة كيها قديما وبتمنى مشاهدين الكرام انه انه هاي خدوها الاولاد الرب روح القدس وقت يبكتك يعني قوم نفذ دغري في قسيس صديق لي ومثل ما عم تحكي ذكرتني هلا بهذه الخبرية بمسحة هلا آه بمسحة حكيت معه هيك مثل انه كانه جرحته هو آه من حيث لا يدري يعني ما مش عارف شيء هو رحت على البيت عم صلي بسمع صوت الرب بيقول لي قوم تلفين لخيك اعتذر منه ايه انه انا شو حكيت يعني انه هي هي مزحه هلا قلت انا بطنش انه كانت الساعه 11 بالليل مو تقول الساعه 11 بالليل جربت هيك يعني انه اتزاك على الروح القدس يعني ارجع بدي صلي ما كنت قادر اجي حتى اني ما كنت قادر حصرني حصرني الرب ليش الساعة تنتين تنتين ونص تقريبا قلت انا ما بدي تلفي تلفنت له للاخ قلت له انا كثير بعتذر منك لاني انا جرحتك قال لي يا خوي عم تلفن لي الساعة تنتين ونص انا فكرت بك شيء بدي على المستشفى قال لي يا خوي انا مسامحك ما في شيء قال لي ما في شيء مجرد مجرد ما حكيته نمت وارتحت وانتهى الموضوع ضروري ومهم مش لازم طبعًا. نزحن نحزن الروح القدس الذي ساكن فينا نحن بسطنا فيك اسي جوزيف وان شاء الله حلقه تكون مميزه بنعمه الرب امين امين مشاهدينا الكرام نشكركم ونشكر مشاهدتكم أو تابعونا كل نهار خميس الساعة تسعة ونص المساء والرب يسوع المسيح يكون معكم وحلقة جديدة بنعمة الرب أمين إلى اللقاء